الحرية النقابية. عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظف الجماعات الترابية وتدبير المفوض المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. نخوض اليوم هذا الشكل الاحتجاجي في إطار المعركة اللي كتخوض الجامعة وطنيا. كاين عندنا إضراب ديال 3 أيام اليوم وغدا وبعده مع وقفات جهوية على مستوى المغرب كامل للاحتجاج على تعثر الحوار مع وزارة الداخلية أو سد أبواب الحوار مع وزارة الداخلية. نطالب بهذا الصدد بالحوار بحوار جدي ومسؤول، وكذلك نقول لا لنظام أساسي اللي كنقولوا عليه هو نظام ديال يكرس الوضع الهش لموظفي الجماعات، اللي هو كيف ما كنختصروا كنقولوا هو قانون ديال المآسي اللي تعتزم وزارة الداخلية حاليا على أساس أن تمريره دون في خرق سافر للدستور وللمواثيق الدولية بدون استشارة ديال النقابات، دون أخذ بالتعديلات اللي كانت كتقترحها النقابات، كذلك للمطالبة بالرفع من الأجور وحل الملفات العالقة على رأسها حامل الشهادات المعطلين بالمغرب وملف الإنعاش بالمغرب، وكذلك عمال ديال تدبير المفوض ومن كما قلنا باللي الموظفين ديال الجماعات بالفئات ديالهم كاملين. دونك كيف ما كتعرفوا كاين غلاء ديال الأسعار. أنا بالنسبة لنا الحراك اللي كتعرفوه القطاعات ديال الجماعات لا يقل أهمية على القطاع ديال التعليم، وبالمناسبة نحيي كل الرجال ونساء التعليم القابضين على الجمر المستمرين في الاحتجاجات ديالهم من اجل كرامتهم. كذلك نحن نعتزم على المضي اماما تراجع على الاستسلام حتى نحقق كرامه ديال الموظف الجماعي عن طريق اجر يحفظ كرامته، لان الوضع اللي كاين دابا في ظل الغلاء ديال الاسعار واجر اللي هو جامد كندفعوا الموظف الجماعي. لكننا كنقولوا باللي الدوله تحارب الرشوه، اليوم كندفعوا الموظفين ديال 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 الجماعات ولا الموظفين ديال الدوله كامل بهذه الاجور اللي كاينه وفي ظل الغلاء ديال الاسعار كنردوا منهم كلهم مرتشون. انا ما كنبررش الرشوه، ولكن كنحذر الدوله على انها بهذا الوضع هذا كتدفعهم على اساس انهم يرتشيوا انهم يكونوا مرتشون. لهذا كنحاول تمشي الطرق ديال التواصل مع وزاره الداخليه. الحوار كان مستمر، بدات جولات ديال الحوار تعثرت هذه منذ شهور كيف ما قلت، كانت بدات لان ربما كان تغير شي مسؤول اللي كان هو في مشرف على الحوار. زعما حنا في السنه ديال 2023 في دوله في وزاره اللي كنسميوها وزاره ام الوزارات، وزاره ساميه هي اللي كتحكم المغرب، كيتوقف الحوار عباد الله حيت مسؤول تبدل. دونك راه لا يعقل هادشي دا. كيف ما كتعرفوا الموظفين ديال الجامعات هما اللي ملقى على عاتقهم تنزيل السياسات الحكوميه ومبارج ديال التنميه وسياسه القرب، كيعانيو من هذا الوضع هذا. حسن القنيق الكاتب الجهوي لجهه الرباط سلا القنيطره للجامعه الوطنيه لموظفي الجامعات الترابيه وتدبير المفوض التابعه للاتحاد المغربي للشغل. اليوم كنظموا هذه الوقفه احتجاجيه امام ولايه الرباط تنفيذا لقرار المجلس الوطني للجامعه الوطنيه لموظفي الجامعات الترابيه وتدبير المفوض التابعه للاتحاد المغربي للشغل المنعقد في 7 ديسمبر 2023. والقرار مكتب الجامعي كذلك بتنفيذ الوقفات امام الولايات ديال في كل يعني تواجد الجامعه او في كل الجهات المغربيه البالغه 12 جهه. احتجاجان على اولا على المستوى الوطني، اولا على المستوى الوطني يعني تعثر الحوار القطاعي ويعني محاوله تمرير واحد القانون اساسي ديال اللي هو لا يستجيب لادنى تطلعات الموظفين والموظفات الجامعات الترابيه، كذلك عدم الاستجابه لمجموعه من المطالب الوارده في المذكره المطلبيه ديال الجامعه
اللي فيها المطالب كثيره ديال مجموعه من الفئات اللي هما يعني الفئات ديال الحاملي الشهادات، ديال المساعدين التقنيين، المساعدين الاداريين، ديال المهندسين، ديال المحررين التقنيين، يعني جميع الفئات اللي كاينه في عندها واحد الانتظارات ما زالت يعني الوزاره الوصيه لم يعني تستدعي المكتب الجامعي للتحاور حولها وبشانها. خلال تنظيمكم لهذه الوقفات يعني واش ما كاينش شي بوادر من عند الجهات المختصه في حاله الميلاد؟ لحدود الساعه يعني الحوار مازال مسدود حسب يعني ما صرحت به يعني المكتب الجامعي منذ مارس 2023. يعني حنايا يعني مادام المعركه سائره وقائمه وستستمر الى حين فتح الحوار. على مستوى الجهه حنايا على مستوى الجهه عندنا مجموعه ديال المطالب، كنتم كتعرفوا مثلا غير في الجامعه ديال الرباط يعني واحد الوضع اللي هو كارثي بالنسبه للموظف الجامعي، يعني غياب جميع يعني التعويضات، غياب يعني الاستجابه لادنى المطالب ديالهم. يعني الموظف الجامعي على مستوى الرباط كيتسنى غير واحد يعني واحد التعويض اللي هو بسيط اللي كيتعلق بالاعمال الشاقه والمويته اللي كيضرب فيها واحد تماره، ثم الساعات الاضافيه، ترقيات يعني واحد المجموعه ترقيات كذلك متعطره، يعني في غياب واحد التعاطي الايجابي مع يعني مع المطالب ديالنا من قبل رئيسه جامعه الرباط والمسؤولين كذلك. اذا حنايا كنطالبوا اولا على مستوى يعني الوطني فتح حوار جدي ومسؤول مع المكتب الجامعي على ارضيه الاستجابه للمطالب، وعلى مستوى الجهه كنطالبوا يعني فتح حوار جدي مع المكاتب الاقليميه ديالنا والتواجد ديالها والاستجابه لمطالبها. على مستوى جامعه الرباط كنطالبوا رئيسه جامعه الرباط انها تستجب للمطالب ديال الموظفين على يعني في حوار جدي ومسؤول. بالنسبه للولايه حنا كنطالبوا المسؤولين على مستوى ولايه الرباط انها تدخل لتفعيل اللجنه الاقليميه لفض النزاعات. وتحيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.